شيخي يا شيخي، أنا محتار. شو اللي محيرك يا سعيد؟ اليوم الأول من رمضان، افطر مع أمي أو حماتي؟ يعني إذا فطرت مع أمك من شو خايف؟ خايف زعل حماتي ومرتي. بدي أسألك سؤال. تفضل شيخي. من 20 سنة وين كانت مرتك وحماتك؟ أيوة، فهمت عليك يا شيخي. يا ابني، أمك ثم أمك ثم أمك، ما هيك وصى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه والله صدقت يا شيخي. يا ابني يا سعيد، طاعة الأم بعد طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. حاضر يا شيخي.